مشاهدي قناة الساحل تي في، أهلا وسهلا بكم من ملعب وعلي الأحوار بمدينة حمام سوسة، أين دار لقاء الملعب الصفاقسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. مباراة كانت ساخنة بين الطرفين، استقر فيها الحال على فوز الأمل بنتيجة هدفين مقابل واحد، وهو الفوز الثالث للفريق منذ قدوم المدرب الجديد في البطولة الوطنية، والفوز الرابع عموما باعتبار كأس تونس ضد أولمبيك سيدي بوزيد. الأمل في الطريق الصحيح على أمل أنه يواصل سلسلة الانتصارات. انتصار مهم جدا الحقيقة، الانتصار الثالث في البطولة، الرابع منذ قدوم نوف الشبيل، أظن أنه الفريق في الطريق الصحيح. ولا صحيح من أول جمعة وحنا نخدموا على رواحنا، فهمتني، وكثرة الانتزاع قاعدة ماشي على روحها، وإن شاء الله نقدموا في مخير وإن شاء الله ربي يوفقنا. بالنسبة للباركور هذا يخليكم تعودوا تفكروا في الصعود من جديد أكيد مكر؟ بالطبيعة أكيد كل ماتش يجيب الماتش الآخر، وإن شاء الله ربي يوفقنا، وإن شاء الله علاش فينا نلعبوا على الطلوع، علاش ما نطلعوش، مش خير منا اللي يطلع. ربي يخليك. نوف الشبيل مدرب الأمل الرياضي بحمام سوسة، فوز مهم جدا جدا جدا، أظن أنه ثالث منذ قدومك على رأس الفريق في سباق البطولة، أظن أنه الصعود أصبح مطمح حقيقي في حمام سوسة. قبل ما نحكيه على المباراة والأمور الفنية، أول حاجة نحب معناها نطمن على سلامة حارس مرمى تاع الملعب الصفاقسي، ومرة ثانية معناها نعتذر على معناها الهدف اللي ربما هم اعتبروه لا رياضي. مباراة معناها كما شفت معناها الشوط الأول سيطرنا فيه، خلقنا برشا فرص، عملنا اللعب رغم ظروف الملعب اللي ما تساعدش بكل. الشوط الثاني بعد كل اللقطة اللي صارت بين الشوطين وكل شيء، صار شوية تراجع على المستوى الذهني وعلى المستوى الفني، فهمت؟ قعدنا معناها نلعبوا معنا بشويه حذر، واستغلنا الهجمات المرتده، الحمد لله جابنا الهدف الثاني، الحمد لله 3 بوان فوز مهمين جدا، خاطر محتاجين نقاط معناها، فهمت؟ الملاعبيه اللي عندي معناها صغار شويه، معناها مجموعه معدل العمر بتاعهم صغير، فهمت؟ ما عندهمش خبره تاع ليغ 2، دونك الجانب الذهني والنفسي مهم جدا، هذاك علاش معناها نحبوا ناخذوا نقاط باش ندخلوا زون كونفورتابل سير لو بلان سيكولوجيك، ونجموا نعطيو مردود مخير وان شاء الله نتائج. لا والله يعني ما يهمني الفريق بتاعي، فهمتني، ان شاء الله ربي يعطينا معناها ان شاء الله ظروف العمل تتحسن شويه، وبالمناسبه زاد معناها يلزمني جوفالوريز معناها العمل اللي يقوم به معناها الاداره تاع ملعب حمام سوسه، بصراحه ناس حسب امكانياتها قاعده تخدم في خدمه صحيحه ومحترمه جدا جدا، ونشكرهم وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. عايش فوزي. عايش. Yeah.
علي الدين قوام لاعب الأمل الرياضي حمسوسة اليوم غايب على الميدان، لكن أكيد كنت خير دعم لزملائك اللي قدموا مباراة ممتازة جدا. والله الحمد لله ساعة على الانتصار جاء بعد ديفيت اللي عملناه في القصرين. انتصار كان صعيب شوية، شنو تحضير الماتش خاطر عنا برشا غايبين البلوسير والتروازيام كات جوار ولا سانك جوار. الحمد لله الاولاد اللي هبطوا ما قصروش، عملوا ميتون باهي مالغري صارت جات الحكايه نتاع البونت والمشكله وكل شيء. قعدنا كونسنتري الميتون الثاني وعرفنا كيفاش نماركيو الثاني اللي جاء في وقته. الحمد لله على الربح، مازلنا نخدموا مازلنا ناقصين حاجات وان شاء الله. الامل نتاع طلوع كابتن اصدر لي هو شنو انت تعرف كوره وعندك تجربه وانا تفهم يزمك تعمل جمعية، نعمل جمعية صحيحة تو، نعمل جمعية باهية اللي قاعدين نلعبوا تو ذوما يزمهم يكونوا معناها يعطيوا أكثر من هكا نوليو ستابل في الروندمون وبعد كل شيء يجي بشوية. ما نجموش نقولوا اليوم نلعبوا خربحنا ماتش ربعة تلوت نجم لقدر لا تعمل ديفيت تقول لا نبنيوا على جمعية باهية وبعد كان جاية ما عندناش حتى مشكلة. شكرا لك. أظن الأمل في الطريق الصحيح العام هذا إن شاء الله. والله هي تحسنت مع الانترنور الجديد، فما تحسن واضح والكيب ولا تكور والريزولتا جات ان شاء الله يكملوا هكا هكا. اليوم الطموح اكيد باش يكبر بعد لونتام اللي الحقيقه ما كانتش في مستوى، ثم العوده الكامباك اللي صارت كانت في مستوى عالي. طموح نتاع الامل عاود يراود الناس الكل انه الصعود لابد من ان شاء الله. مع البدايه صعيبه المرحله اللي بدات بها الجمعيه في الموسم هذايا، ان شاء الله توا بدات تتحسن الامور وعلاش لا نبداو نلعبوا نطمحوا للصعود. اكيد مدينه حمسوسة فريق في الاب طبيعه، احنا مانيش حاجه غريبه علينا راهو الا ونحبوا نرجعوا نلعبوا في الا، وهذا يظل الطموح نتاع الجمعيه كهيئه وجوارات وجمهور. فهمت. ميرسي. صلاح الغدمسي لاعب الامل الرياضي بحمسوسة. صلاح غيابك اليوم اكيد خلى ترو في وسط الميدان الحقيقه مع علي مش موجود، لكن رغم ذلك الفريق عرف يجري ماتش كان صعيب برشا. والله الساعة السلام عليكم. الحقيقة كان ماتش صعيب، معناها صحيح غياب فما صحيح برشا غيابات، معناها ما الحمد لله بليز امبورتون 3 بوان، ومعناها الحمد لله الأولاد الكل كانوا في المستوى وإن شاء الله ديما معناها نقدموا المردود هذايا ونربحوا كا. الطموح نتاع الصعود مازال يراود إيه أكيد، معناها ما قلت لك ليك دو، معناها ما تعرفش شكون يلعب على طلوع شكون يلعب على نزور، معناها كل تلعب وإحنا ناخذوا كل ماتش وماتشويه، لازمنا نجملوا البلو معناها أكثر عدد ممكن من نقاط وإن شاء الله جاي خير إن شاء الله. القفصة خسرت اليوم خبر مهم بالنسبة لكم؟ مهم ومش مهم، معناها احنا قلت لك احنا بلوز امبورتون ركزوا على الماتش نتاعنا، ديما مركزين اشاك ماتش ناخذوه معناها هو لازمنا نربحوه وكلهم معناها نلعبوا على 3 بوان وان شاء الله تروح الجاي كيف 3 بوان كالعاده. الماتش الجاي باش يكون اصعب اكيد اكيد، شكاور كونتر المتصدر
دونك شكون ماتش صعيب ما ان شاء الله نكونوا في المستوى وناخذ 3 بوان تاعنا، ما فما حتى مشكل. عايش عايش عايش.